اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد القائمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد القائمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد المستغفرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد المستغفرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الشاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الحافظين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الذاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الذاكرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد المحسنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الاكرمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد المنذرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد المبشرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد الطيبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السيد العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الزكي الذكي اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد القرشي الهاشمي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المدني العربي المكرم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد أهل الجنة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأفضل الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة المكرمين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأهل الأرضين وعلينا معكم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الصادقين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد القائدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد القائمين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المصلين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الذاكرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الآخرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا نبي الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من نظمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من نسره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من اثره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من صوره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من عبد الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا أتم رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا مصطفى ألف صلاة وألف سلام عليك يا مولى ألف صلاة وألف سلام عليك يا مجتبى ألف صلاة وألف سلام عليك يا مزكي ألف صلاة وألف سلام عليك يا مكي ألف صلاة وألف سلام عليك يا مدني ألف صلاة وألف سلام عليك يا عربي ألف صلاة وألف سلام عليك يا قرشي ألف صلاة وألف سلام عليك يا هاشمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا طهي ألف صلاة وألف سلام عليك يا زمزمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا تيامي ألف صلاة وألف سلام عليك يا أمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ولد سيد ولد إمامة ألف صلاة وألف سلام عليك يا أحمد ألف صلاة وألف سلام عليك يا محمد اللهم صل ألف صلاة وألف سلام عليك يا طه ألف صلاة وألف سلام عليك يا ياسين ألف صلاة وألف سلام عليك يا متسير
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ahdü ya Resulüken nebilim ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Salatan tekun veke rızaan. Ve lehu cezaen ve lihakkiyeta ve atil vesilete ve fazilete ve makamel mahmud ellezi vattahu. Ve ziyanna mahu ve ehluhu. Ve ziyaftan mecazetin nebiyyana kavmi ve Resulen ümmeti. Ve salli ala cemih ve animle nebine saline yarmen rahimim. اللهم اجعل فضائل صلواتي وشرائف زكواتي ونوامي بركاتك وآوات بركاتك ورحمتك وتحييتك وفضائل علائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين وعيد العيد وفاد البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم بص مقام مامون تذب به قرب وتذب به عينه يا بطوب النوال مراجرون اللهم اتفع الفضيلة والشرع والفسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامحة اللهم آت سيدنا محمد وسيلة وبارك مأمولا وجعله أول شافين وأول مشفى اللهم أعظم برهانه وصاحب المزن وأهل الجوجة وارفع في الأهل أهل الليل درجة وفي أعلى المقربين منزلته اللهم أهينا على سنته وتهونا بملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأبرد أولا واسكنا من كسي غير هذا ولا نادمنا ولا تعكينا ولا مبتلين ولا مغيرين ولا فاتين ولا مطلع آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآت الوسيلة والفضيلة والتأجر الرفيعة وبعض المقام محمود الذي وقت مع إخوان النبيين صلى الله على سيدنا محمد ربي رحمة وسيد أمتي وآل أبينا سيدنا آدم أمنا سيدتنا حواء ومن ولد من النبيين الصدقين والشهداء والصالحين فصل على ملائكتك اجمعين من اهل السماوات والارضين وعلينا علينا معهم يا رب الراحمين اللهم اغفر لذنوب اهل والدي وارحمهما كما ربيان صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اتعب بينهم وبينهم بالخيرات العفيفه والرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المسرى الأخيار وأكرم من أعظم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأعظم ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من كادر الأمطار وأعظم ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار أشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقدم بها مسوان تشرف بها أقبى وتبلغ بها يوم القيامة منى ورضا هذه الصلاة منك يا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رحمة الأمم الملك وارضا للتوام السيد القام الفاضل العظيم وعظم في علمك فإن قد كان كل ما ذكرك ذاكر الذاكرون وكل ما غفل عن ذكرك ذكر الغافلون صلاة دائمة بدوامك باكدا ببقائك لا منتهى لها من علمك إنك على كل شيء قدير.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala ali seyyidina Muhammedin ve zühe başımızı hutâ nuran ve feru ve seru enbiya ve fahru ve şerru ve nuru ve selam ve enbiya ve eşrefu ve mevdahu ve eske harika ve ehlâhi ve etharu ve ekremu ve akramu adedu ha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala ali seyyidina Muhammedin lezi huve efa min akramı tammi ve ekremine sahâbil mursaleti ve bahril hak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala ali seyyidina Muhammedin lezi kuhilet-i bereket bizatî ve mahyâhu ve tâteret ve avalim bitî bi zikri ve reyyâh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ham seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin kema salli ve barekte ve teramte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim innek amidun mecidun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebike resuliken nebil ümmi ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin milet dünya ve milet ahirat. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin milet dünya ve milet ahirat. Ve elham seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin milet dünya ve milet ahirat. Ve zi Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin milet dünya ve milet ahirat. Ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin milet dünya ve milet ahirat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema emekten anu salli aleyh. Ve salli ala seyyidina Muhammedin kema yemeyenu salli aleyh. Allahümme salli ala nebiyyike Mustafa ve Resulüke Murtaza ve Aliyyike Mustafa ve Eminike ala vahyi sem'a. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin esab-ı kavimil bil adli vel insan menabusi fi suretil arafi. El mutammin eslam-ı şrafi ve utuzul anil musafir musasi. Abdül Muttalib bin Abdi min afinil lezi edeyte fi min aclafi ve beyente fi sebil el affaf. Allahümme neselike bi eftal meselete göre bi eshabbi. Esma'ike ileyke ve ekremiha aleyke ve bima menente aleyhine bi seyyidina Muhammed nebine sallallahu aleyhi ve sellem. Festen kastena bihi min ettelalet ve emezler. Bissalatu aleyhi ve cealatü salatan aleyhi. Derecete ve kefareten lütfe ve mennen min ittaike ferdu ve tazimen ne emrike. Ve tibi anli vasiyetike ve mütecelli mevudike li mevudike. Lima yecubu li nebine seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bi edai hakkı yıkıbalen aizamen nebi ve sattıkna ve temene nurelletun ve mahu ve kulte ve kavlukel hak. İnne Allahe ve melaikete ve yusalluna alen nebi ya yalezina ve nusallu aleyhi ve sellimu teslima. Ve metel ibadu ve sallatu ala nebi fadilatan iftenette ve metel biha fe nesalke bi celali ve şike ve nuri azametike ve bimma evcevte. Ala nefsi gelin muhsinin en tuzeli ente ve melaketu ve ala seyyidina Muhammed abdike ve resulike ve nebike ve safiyeti ve hiyeretike min halke eftar ve sallayt ala ehadi min halke inne kamidun mecidun. Allahümme erfa derecete ve ekrim makamı ve sakkı mizane ve ebri hüccetehu ve asir millete ve ezir sevabehu ve edin nura ve edin keramete ve el hikbihi min zürriyeti ve ehli beytihi matikuru ve inehu ve azimhu fin nebine lezine halev kableh. اللهم اجعل سيدنا محمد اكثر النبيين اتباعا واكثرهم مزراء وافضلهم كرامة ونورا فاعلهم درجة وافساهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المتابين منزله وفي المكربين داره وفي المصطفين منزلا. اللهم اجعل واكرم اكرمين عندك منزلا وافتعلهم ثوابا واكراما مجلسا واسبتا مقاما واسبابهم كلاما وانجاهم مثلثا ve eftalehum zedeyke nazimen azaman fi imainindeke rahmeten menzul fi uruhal hırdesi minet derecat uva ellezina derecatı fevfaha. Allahümme cah seyyidin muhammede sefkailin ve cah sahilin ve evvele şafi'in ve eftale müşefayin ve şefi'i ümmeti bi şefaatin ya bi tübbihi levvelun ve lahiruhun ve izame yeste ibadeke bi fadli kazayike fecah seyyidin muhammeden fil estaqina qila vel ahsenina amela ve fil mehdine sebila. اللهم اجعل نبينا لنا فرة واجعل عوزه لنا مبيدا لأولنا وآخرنا. اللهم انشأ في زمنتي واستمر في زمنتي وتوفنا على بالتي عرفنا وشاه واجعلنا في زمنتي وحزبي. اللهم اجمع بيننا وبينه وكما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تطلنا وتمطلنا وتردنا عزا وتجعلنا من فقائه مع المنعم عليه من النبيين والصدق والشهداء والصالحين. Bismillahi rahmanir rahim. Alemin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin nurul huda
الخالي للحي للطائي للرشد بالرحمتي فإمام المتحين ورسول رب العالمين لا نبي بارك ما بلى رسالتك ونسال إبادك وتلاياتك فأكرم من ودلك وطبيعتك وأنفذ حكمك فأمر بإختارك ونهى عن معصيتك وبار أمريك الذي تحب أن تواليه وأعدادك الذي تحب أن تواليه وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسدي في الأسد وعلى روحي في الأرواح وعلى مكفي في المواقفي وعلى مشهدي في المشاهد وعلى ذكري إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغ من السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المكرمين وعلى أنبيائك المتخارين وعلى رسولك المرسلين وعلى حمادة عشاء وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان هذه جنتك وسيدنا مالك وسعد على سيدنا كرام الكاتبين وسعد الله سيئتي تاريخ اجمال من اهل السماوات والارض اللهم اعطي اهل بيت نبيك افضل ما اعطي لاهل من اهل بيوت المرسلين واسس اصحاب نبيك افضل ما جازت لاهل من اصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سببنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى مريم تسعد تضيء تضيء تربي عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما طيبا مباركا في جزء جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله من الانفزاع وعلى النجوم في السماء صلاه توازن السماوات والارض وهذا ما علقت بما انت الخالق الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على جميل اللهم نسألك بعك العظيم بعك الوجه الكريم بعك عرشك العظيم أبي معاملة سوسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبرائك وقدرتك وسلطانك أبي عنك أسمائك ومغفرتك رحمت الله لم يتعليها أنا من حق الكهد اللهم رسلك بالاسم الذي وعدت على الليل فأدم على النار فاستنار وعلى السماوات فاستقرت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأسد وعلى البحار والأبدية فجرات وعلى الوين فنبات وعلى السماوات فأمطرت رسلك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المكرمة ورسلك اللهم بالأسماء المكتوبة عبد العرش أسألك بالأسماء المكتوبة على الكرسي وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون أسألك اللهم بالأسماء الزيتون التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم آمن بالله صالح الله العظيم آمين يا ذا العزة والجبار يا حنان يا منان يا من بيد الملك والملكوت يا من كل يوم يا من هو في الشعر صاهر لعبادك الأشباه ومكتون من أذمة الأرواح حتى لا يخرج من هيطان تصفيه وقطع تكلفيه ثم لا جان ولا ملك ولا هون ولا جبر ولا سلطان ولا مادن ولا شيطان ولا شيء مما يشمل الفصل الإمكان رابه في فرج ولا مخرج مرامي رب الراحمين اللهم صاهر لي وميل لي وزل قلوب عبادك أجمعين من الإنس والجن فإنسل دعوتنا من المعبد العمد والقائمد على الدوام بدوام الليل والنهار فأنت مغالب وقلب الأبصار يا عزو يا جفار يا جو يا جفار يا مبين يا ستار انصرني نصرا عزيزا وقتنا فتح مبينا فأنسل أهل أيضا كبيرا فدمرناهم تدميرا برامدي رمى الرعيم وسلامنا المسلم من رب العالمين اللهم يا تدن دشتتي ويا عزيزا غربتي وغزن وعيدك التي لا تانا وكني بروحك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أنت رجائي اللهم إنك أكبر وأجل وأكثر مما أحب وأكثره اللهم بك أدعو في نحلي وأستعذ بك من شره بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله بصيرا وكفى بالله بذنوب عبادي حبيا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله قويا عزيزا
Ya şahidan gayre gaybin ve ya gariban gayre bayidin ve ya galiban gayre mağlubin icadim lem lukarya ve mahraca Allah'ıma yakarı hukulli gurbeti ve yamucu hukulli davetin ve cavi hukulli kesirin ve yamestir hukulli asirin ve yasai hukulli garibin ve yamuz hukulli bayidin ve ya la ilahe illa ente selüke ente cavi lukarya mahraca ve antakı hukulli kalbi hatta la yekulli hammun ve la zikru gayriban tevazan ve teramani ya Rahman Rahimin لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات رب السبي رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين Ya şeref-i Nebi Seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidina Ebu Bekir Sıddık Seyyidina Salman Kadir Seyyidina Basim bin Muhammed Seyyidina Cafer Sadık Seyyidina Berdet Bestami Seyyidina Ebu Sanakli Kadir Seyyidina Abali Bahmedi Seyyidina Yusuf Amadani Seyyidina Ebu Abbas Aleyhisselam Seyyidina Abdülhalik Bucduvani Seyyidina Ali Kayve Geri Seyyidina Mahmud Farevi Seyyidina Ali Ramit Beyni Seyyidina Muhammed Sammati Seyyidina Seyyidina Mükkuba Seyyidina Batin Nişan-ı Nakşibendi Seyyidina Allah'tın Hatta, Seyyidina Yavul Çerki, Seyyidina Ubeydullah Ahrar, Seyyidina Muhammed Zahir, Seyyidina Darış Muhammed, Seyyidina Hacı Kemkerek, Seyyidina Muhammed Baki Billah, Seyyidina İman Rabbani Yastir Hindi, Seyyidina Muhammed Masum, Seyyidina Muhammed Seyfettin, Seyyidina Nur Muhammed Bedavli, Seyyidina Habibullah Canı Canan, Seyyidina Abdullah Tehrevi, Seyyidina Ebana Halid El-Bahdadi, Seyyidina İsmail Aslan, Seyyidina Asma Ahmet Şurvali, Seyyidina Muhammed Yarayim, Seyyidina Cemalettin Kumaki, Seyyidina Ebu Ahmet Suhri, Seyyidina Muhammed Medeni, Seyyidina Şerabettin Nazar, Seyyidina Şeyh Abdullah Dastani, Seyyidina Şeyh Muhammed Nazar Rakkani Rabbani, Seyyidina Şeyh Mehmet Adil Rabbani, Bahuzu Şamadan, Bahuzu Sahibu Zaman, Mehdi Aleyhisselam, Ebu Zara'ehu, Şamadın Ferdan Yusuf, Esad-ı Kabr-ı Ahu, Yaman Amman-ı Arifun, Emanul Hak, İshan el-Mütehlal ibn al-Maşşar, Garib-i Tayyar, Marib-i Milhan, Burhan ve Kerme-i Kapsül Eden, Ya sahib-i zaman, ya sahib-i unsur, ya ricam Allah, Allah-u Teala derecat, inna iman ve rekali mevfetem kutiyeti bi hürmeti, menle nebiye kadar bi hürmeti, bi hürmeti, Ayvaz Dede Hazretleri, vesaire sadatına ve sattık, yudel Fatiha,